إذن إن الإسلام السياسي المتمثل بحزب النهضة ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي أكثر من خلال تسهيل هذه البضائع الصينية وغير الصينية بالمجيء إلى السوق التونسية وإهلاك هذه السوق؟ حركة النهضة ساهمت لأنها هي الحزب الأول الذي حكم منذ 2011 إلى حد 24 جويلية الفارط. نعم. حركة النهضة هي أكبر حزب موجود ومهيكل إلى آخره، هو يسيطر على مفاصل الدولة ومجلس النواب إلى آخره. ولكن سأحيل المشاهدين على صورة واحدة كانت لافتة وفارقة في الحقيقة. نعم. في آخر عهدة البرلمان الفارط 14-19، نعم، في آخر عهد له حدث أن مجموعة من النواب قرروا، وربما بإعاز من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي رحمه الله، أن يعيدوا النظر في الاتفاقية مع تركيا. فما كان إلا من كتلة حركة النهضة التي هي أكبر كتلة أن خرجت وغادرت حتى لا يقع التصويت على مثل هذا القانون. رغم ذلك صوت عليه، وقع التصويت عليه، لأن الأغلبية الحاصلة حصلت بالرغم من خروج النهضة. هذه صورة تقول أن الحاكم الآن في تونس لا يفكر، وهذا حسب الملاحظين وحسب الشعب أيضا، لا يفكر في مصلحة تونس بقدر ما يفكر في مصلحة من يسانده وهو في الكرسي. إذن هذه أمور معروفة ونحن عشناها في تونس، ونحن نجني نتائجها الآن. اليوم نتائجها سيئة. نعم.